هذه الكلمة موجهة لهذه الساكنة، وأنا أعرف أن عددا منهم يستمعون إلي الآن، منهم الأصدقاء ومنهم الأصحاب، كيف لا، وقد تكلمت فيهم كثيرا وتحدثت فيهم موجها ومرشدا، وقمت فيهم أكثر من مرة. أنا أحبهم وهم يحبونني، يؤلمهم ما يؤلمني ويفرحني ما يفرحهم، يسرني ما يسرهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حزين جدا لما أصاب هذا الحي، خصوصا من الحجر الصحي الذي ضرب على هذه المنطقة، على هذا الحي بأكمله. في البداية أقدم أحر التعازي لأسرة الفقيد، الرجل الذي أعرفه وأحترمه جميعا، الرجل الذي نحبه في الله لا نزكيه، كان رجلا معروفا بشهامته، رجلا معروفا بحركيته. قد حصلت له معي قصة قبل أكثر من 3 أشهر، وهي قصة تدل على أن الرجل له عاطفة قوية جدا وله حرارة اتجاه دينه. نسأل الله عز وجل أن يلقى الله تعالى بهذه النية، أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتقبله في الصالحين، ثم أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يقينا شر هذا الوباء. أنا أعرف أن كثيرا من أهل هذا الحي، بزاف منهم، يشعرون بنوع من الخوف، نوع من الهلع ونوع من الفزع. هو الفزع طبيعي، لأن الآن هو مرض أخاف العالم وأرعب الدنيا كلها، وعجزت الحضارة البشرية اليوم بتقنياتها وبكل ما صارت إليه من أنواع تكنولوجي، كلها هي عاجزة الآن عن إيجاد حل نهائي لهذا الوباء. فكيف لا أن يفزع المغاربة وأن يفزع المسلمين عموما؟ الخوف هو جزء لا يتجزأ من طبيعة الإنسان، غير هو مخصوص يكون أكثر من قياسه، مخصوص يفوت حده، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. الخوف جزء من طبيعة الإنسان وجزء من تربية الإنسان. حتى القرآن الكريم تكلمنا عن الخوف عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأوجس في نفسه خيفة موسى. سيدنا موسى راه خاف، والناس بطبيعتها كتخاف، ناس من المحاذير والمهلكات والأمور الصعبة والمجاهيل وأمور الغيب، كلها كيخاف منها الإنسان، وهذا أمر طبيعي. ولذلك أنا أريد أن تكون كلمتي هذه الموجهة إليكم أن تكون رسالة لاستذكار المعاني الإيجابية، رسالة الغرض منها نوع من الطمأنة ونوع من الدفع نحو حصول التهدئة النفسية عندكم، بداية بالحديث عن اليقين التام. شوف، اليقين التام راه معناها على أن الذي لا يميت ماشي هو المرض، الذي يميت ليس هو المرض، الذي يميت هو الأجل. حتى القرآن الكريم اللي قالنا حتى إذا جاء أحدهم الموت، في الآية الأخرى قال إذا جاء أجلهم، يعني الإنسان يقدر يمرض ولكن ما يموتش، يقدر الإنسان ما يمرضش ويقدر يموت، وهذا طبيعي، وتشاهدونه وهو عندكم معروف ومشتهر. ولذلك هذا اليقين هذا مهم أنه يكون مبثوث عند الناس في نفوسهم. لا أحد يموت إلا بأجله، لا أحد يموت إلا إذا استنفذ حياته كلها في الدنيا وأذن الله عز وجل لروحه أن ترتفع عنده، وهذا أمر مهم جدا خصنا نفهمه ونستوعبه. الأمر الثاني ومهم جدا، وأن الإنسان في الحالة دي الحجر الصحي هذا اللي هو مضروب علينا جميعا في بيوتاتنا وفي دورنا، يكون عنده نوع من الاحتساب، نوع من الاحتساب، احتساب الأجر والمثوبة عند الله تبارك وتعالى، هذا الجلوس دياله، هذا القعود دياله. الحديث اللي عند الإمام أحمد وهو عند البخاري بلفظ آخر، اللي هو ما من رجلين يقعد في بيتي، الحديث الذي تعرفونه، إلا كتب له أجر شهيد. هذا مهم جدا، مهم للإنسان أنه يستذكر هذه المعاني الإيجابية أثناء وقوع هذا الحجر الصحي، لأن هذا القعود في المنازل وهذا الجلوس هو مهم جدا، فرصة ثمينة، فرصة غالية، واحد مجموعة دي الأمور اللي خص يديرها الإنسان، يجلس مع وليداته، يتعرف على وليداته، يجلس مع أهله، يكون في خدمة أهله، الإنسان يدير الأعمال النافعة لنفسه من القراءة، من مطالعة القرآن، من النظر في القرآن الكريم، من مطالعة الكتب، أن يحصل مجموعة من الإفادات، وهذا مهم. الأمر الثالث وهو أنني أريد أن أذكركم بأنه احنا طالما تحدثنا دائما عن التغيير، احنا كنتكلموا على التغيير والناس خصنا نغيروا، خصنا نبدلوا، وخصو يحصل واحد التغيير، ولكن التغيير هذا الذي خصو يحصل هو من داخلنا. احنا التغيير الذي ننشده هو التغيير الداخلي، احنا كنقلبوا على التغيير الداخلي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بأنفسهم. التغيير الداخلي عرفتي من كيجي؟
راه اول ساس ديال التغيير الداخلي هو تغيير نفسك، واول تغيير يمكن ان يحصل في نفسك في هذه الظروف هذه هو تجلس في دارك. نعم خصك تجلس في دارك، هذا جزء لا يتجزأ من التغيير، هذا اول ركن من اركان التغيير اللي خصك ديرها. فاذا اردت ان تعم السكينه وان ينعم الناس بالطمانينه وان يحصل الهدوء في المجتمع، علينا نصبروا، علينا نصبروا، وداخل هذا الصبر هذا خصو يكون عندنا نوع من انواع الاحتساب حتى يحصل هذا التغيير الذي ننشده. القضيه الرابعه، الانسان ما يلتفتش لهذه القضيه ديال الماكله والشراب، احنا على قلب رجل واحد. احنا شوف، ما احزنكم يحزننا وما افرحكم يفرحنا، وحنا معاكم من الاول حتى الاخر، واي حاجه بغيتوها نجيبوها لكم، وباش ما كان نجيبوها لكم راه حنا فداء لكم، نتوما تاكلوا وحنا ناكلوا، حنا ناكلوا وانتوما تاكلوا، نحن جزء منكم وانتم جزء منا، نحن كل لا يتجزأ، نحن كل الكل، احنا مجموعين، ما يمكنش نتجزؤوا، ما يمكنش تموتوا بالجوع، ما يمكنش تبقاو بلا شراب، ما يمكنش تبقاو بلا ماكله، وحنا اش كنديروا هنا؟ لذلك حنا مستعدين اننا نسعاو من اجلكم، واننا نطلبوا الناس المحسنين من اجلكم، مستعدين اننا نبذلوا اموالنا ونبذلوا انفسنا وجهدنا ونبذلوا تعبنا ونبذلوا كل ما يمكن ان نجود به من اجلكم، وهذا امر ما يدخلكمش فيه شك نهائيا، خصنا نفهموا به. القضيه الاخيره اللي خصني نتكلم لكم عليها، وان التزام قرارات السلطه في هذه الفتره الحرجه جدا هو مهم جدا. احنا خصنا نلتزموا بالقرارات ديال السلطه، وخصنا السلطه الوصيه مادام انها قائمه علينا، ومادام انها كتقول لنا هذه الامور اللي هي في المصلحه ديالنا، وهي التي لا تتعارض بحال من الاحوال مع مبادئ ديننا، وهذا الشيء راه كتبنا فيه، وهذا الشيء راه حضرنا فيه، وربما درت لكم اخر كلمه قلتها فيكم، قلتها بهذا الشكل هذا، ان هذا الامر هذا جزء لا يتجزا من الدين. حفظ الارواح راه وصى به مولانا، وصى به مولانا، وصى به في كتابه الكبير الكريم، وصى به في سنه النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. انا امل ان تجد كلماتي هذه عندكم صدرا مرحبا، أن تتقبلوها مني.